الرئيس السيسي يوجه بالالتزام بالخطط الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية بمشروعات تطوير الطرق والكباري بالقاهرة. زعماء 12 دولة يجتمعون عبر الإنترنت اليوم لبحث دعم الاقتصادات الناشئة في مواجهة كورونا. ووفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز 100,000. الثالثة صباحاً، الواحدة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلاً بكم. وفي البداية مشاهدينا، نذكر حضراتكم بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حماية للأهل وللأحبة ولوطننا العزيز مصر. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية بمشروعات تطوير الطرق والكباري بالقاهرة ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان. وخلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة بما فيها تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع المرغني وكوبري عباس العقاد وكوبري الصاعقة بمنطقة المليون شجرة، أشاد الرئيس السيسي بالتقنية الجديدة لرصف الطرق في مصر والتي تتم وفقاً لأحدث المعايير العالمية من خلال إعادة تدوير الأسفلت. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذلك الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 910 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس إلى 19,666 و816 حالة وفاة. وأعلن بيان الوزارة عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 5,205 حالات وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، كما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 5,798 حالة. أعلنت الأمم المتحدة أن زعماء من 12 دولة حول العالم سيجتمعون عبر الإنترنت اليوم لبحث زيادة الدعم للاقتصادات الناشئة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وسط تحذيرات من أن التكلفة التي ستحتاجها هذه الدول عبور الأزمة ستتجاوز التوقعات الأولية التي بلغت تريليونين ونصف تريليون دولار. كما سيضم الاجتماع مشاركين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي ومعهد التمويل الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 100,000، مع انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة وعودة المتاجر للعمل وخروج الأمريكيين من العزل العام على مستوى البلاد. وتوفي نحو 1,400 أمريكي يومياً في المتوسط خلال شهر مايو، انخفاضاً من 2,000 وفاة يومياً في المتوسط أثناء ذروة التفشي في إبريل. هذا وتخطى العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة 1,700,000 حالة. تخطت البرازيل عتبة 25,000 وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 1,086 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الماضية. وتشهد البرازيل الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس في أمريكا اللاتينية تسارعاً في وتيرة الإصابات الجديدة، حيث بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس 411,821 إصابة بعد تسجيل ما يقرب من 20,000 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية. استبعدت إدارة قناة بي بي سي البريطانية مقدمة برامج شهيرة بسبب انتقادها لتأخر الحكومة في فرض الحجر الصحي على مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون. وهاجمت أميلي ميتليس مقدمة برامج
نيوز نايت حكومة جونسون وقالت إنها فقدت مصداقيتها أمام الذين التزموا بالقواعد الحجر الصحي، وتحدثت عن أن جونسون يتجاهل تراجع شعبيته، وهو الخطاب الذي رفضته إدارة قناة بي بي سي وأعلنت التحقيق في الأمر. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار. للمزيد تابعونا دوما على extranews.tv. شكرا لكم.